اهلا وسهلا ومرحبا بكم اينما كنتم. مرحبا بكم في العرض الجديد من برنامج ستار دوك. ضيفة برنامج ستار دوك لهذا العدد هي مطلة رياضية شاركت في عديد من المشاركات الرياضية في العالم الميكانيك وبتحديدا في عالم الرالي. ضيفتنا هي البطلة التونسية هند الشاوش. البطلة الرياضية هند الشاوش، مرحبا بك. بك أكثر عايشة. مرحبا بك ستار دوك. ميرسي. هند، كيف كانت غرامك في الميكانيك؟ بديت أنا في الرياضات الميكانيكية بالدرجات النارية. كي كنت عمري 15 سنة التحقت بالنادي درجات نارية بالمرسى، اللي هو كان أنا ذاك النادي درجات الوحيد في المرسى. ما كانوش فما فتيات بكل، ما كنت الفتيات الوحيدة، معناها ما كانوش موجودين بنات ما تعرف قبل، خاصة مش كيما توا كان برشا بنات في الدرجة النارية. قبل كان فيه دونك، والنادي نتاعنا كان فقير برشا، ما عندناش حتى كراسي. نقعد نذكر على إطارات المطاطية على عجالي وقت البنات يمشيو لي سيركيس بارتي وكل شيء. أنا كنت غرامي نهز الكاسك نتاعي ونمشي لنادي درجة نارية بالمرسى ونحوس بالموتورات، نمشيو الرواد نعمل دي بتيت كومبيتيسيون وكل شيء. دونك من وقتها انتقلت إلى عالم السيارات في 1994، من وقتها إلى يومنا هذا، وأنا عملت خيانة للدرجات النارية ومشيت للسيارات. بس هل مازال عندك توا حب للدرجات النارية؟ بيان سور، أنا باقي نحب. أنا نقعد قبل كل شيء، معناها من الناس المحبين للدرجات النارية. لكن الحاجة الوحيدة اللي ما تعرف لازمها كونديسيون فيزيك كبيرة برشا، وما عنديش أنا دراجة نارية هكا وهكا، وما نحبش نعمل سباق في الرالي بالدراجة النارية، ما نحب كان بالسيارات. وهذاك اش قاعدة نعمل توا عندي 25 سنة. لو كنت تحكينا شوية على أول مشاركتك في عالم الرالي، وقتها كان أول مرة شاركت في رالي في حياتي كل كان في 1994 في رالي صغير هو في المغرب. لكن أول رالي كبير كان في 1996 اللي هو رالي تونس الدولي، وهذيك كانت أكبر مشاركة وأول مشاركة في رالي كبير. معناها خطر قبل في المغرب كان رالي صغير، معناها نعيط وانا رالي سياحي، هذا رالي فيه معناها أبطال عالميين وكل شيء. انطلاق المسيرة إلى يومنا هذا. من عائلتك تعمل؟ والله إيش نقول لك، هو والدي الله يرحمه كان خايف عليا، معناها ما كانش شو كان ماذا بيه. رالي ما نسوقش موتورات بالكل، قبل كنت نخبي الخوضة دايغ نتاعي كي نخرج نمشي لنادي درجات نارية بالمرسى. ما كي دخلت في عالم الراليات نعرف اللي كان فخور بيا، على خاطر برشا مرات كي شفت أصدقاء يبدأ يحكي معهم يقول لهم أنا بنتي تعمل رالي، أنت بنتك تعمل رالي ولا لا، معناها عرفت كي حسيته كي عنده فخرة كي يحكيوا لي هكيكا. صحيح يخافوا عليا بيسيغ، على خاطر الرالي معناها صعيب وفيه مخاطر وفيه مصاعب. الدعم كان موجود، موجود دعم ميتي بكل، على خاطر معناها ننتمي العائلة متوسطة الحمد لله، معناها عايشين بالكدا كيما العائلات التونسية الكل. لكن دعم معنوي صحيح كانوا فخورين بيا، وما حاجة برك كانوا يخافوا عليا. نذكر أمي زيدها الله يرحمها قبل كي كنت نشارك أسابيع قبل الرالي تبدأ خايف عليا، تقول لي يا ربي نمشيشي تروح لي مش لاباس ترى شنو، معناها سي نورمال يخافوا عليك. لكن الحمد لله الحمد لله معناها كان موجود دعم. بعد 25 سنة باش تتواصل في الرحلة على المرالي؟ أنا تو في 25 سنة ما نعرفش شنو باش يصير غدوة، نعرف شنو صار قبل، نعرف شنو صار السيارة تو، لكن حد ما نجم يعرف المستقبل. نعرف اللي مادا فما معناها ممونين وما مادا فما تشجيع نجم نكون موجودة. كيما غدوة نجم نقرر باش نقول باش نعتزل، على خاطر ما عادش فما دعم ولا السيارة متاعي كبرت ولا انا ما عادش نحب. دونك مازلت ما نعرفش الحقيقه اللي نحكي معاك. مازلت في كملت رالي فينيكس تو عندي شهرين ونص، كانت اخر مشاركه ليا معناها في 2021. ما تعرفش على الدنيا، راهو حتى رياضي من نجم يقول لك سيي تو بطلت ولا مازلت باش نجري كل شيء، انت ولي كونديسيون اللي باش يصيروا. قول لي هند، هل تعرفت الاحداث الفجائيه مثل اللقاء مع ثعبان ولا احد مرور ضروري حوالي ناس كيما الناس الكل؟ طلع لي ثعباني في رالي باريس داكار في 2001. هذيك لقيت روحي من السياره على خاطر خفت منه برشا. عباد قالوا لي زعما كان فيني ميور، قلت لهم انا ما نعرفش عليه، انا ما طلبتوش في السي في نتاعو، ينجم يكون فيني ميور كيما ينجم يكون لا. لكن بدابو صغير وفي الصحراء نتاع موريتانيا ما ينجم يكون كان ثعبان معناها
يعني ممكن يقولوا صاروا لي برشا بيان سور في 25 سنه كمان نجم يصيروا لك كان برشا حاجات احداث وحوادث الباهي والقايم. شنو اهم ذكريات فرالي؟ اكبر ذكرى عندي واللي تعجبني برشا هي وقت خلطت في رالي ديال دكار في 2001 وطلعت على البوديوم في لاكروز في دكار. كان تتويج كبير ليا انا على خاطر خليت بصمات وقتها في عالم الرالي العالمي. اول مره مش تونسيه برك لكن مغاربيه وعربيه وافريقيه دخلت النقطة الوصول نتاع رالي كبير كيما رالي باريس دكار. اكبر حاجه كنت نجم نحلم بها ويظل هذيك اللي قاعده تتبع فيا طول حياتي. لكن برشا مرات بيان خلطت في مراتب متقدمه سواء في الصنف نتاعي ولا في صنف النسائي ولا في صنف معناها الكاتيجوري نتاعي بالسيارات وفي الترتيب العام زاد بيان سور. دونك شوف برشا حاجات راهو ما نجمش نقول لك في 25 سنه خاطر برشا، اما اكثر حاجه هني قلت لك هو رالي باريس دكار. إذا سيدة مرالي فعملش هوايات أخرى؟ عندي برشا هوايات. أنا كنت معناها شاركت في برشا حاجات في حياتي في الرياضات الأخرين كما كنت تعرف. كنت 10 سنين في كرة سلة في درجة رياضي، عملت رقص شرقي، عملت تنس، لعبت كونغ فو، ركبت الخيل لمدة 9 سنوات في قصر سعيد. نحب المطالعة، نحب السفر، نحب برشا السفر، نحب الموسيقى، ولا معنى عندي برشا مواهب أخرى. أنا كانت أول تجربة لي في الإذاعة كانت في اختصاصي، عندها برشا توا أكثر من 20 سنة. وقتها الإذاعات الحرة ما كانتش موجودة. كان مع صديقي هادي حمدي من وجهة التحية مغروم برشا بالسيارات كيف عملنا لا بروميير إيميسيون تاع سبور أوتوموبيل في راديو اسمها موتور غونغول. من وقت اللي من بعد جاو بعد برشا جاو معناها تجارب اخرين. كيف كملت التجربه هذيا في راديومات، قعدت سنوات كيف في الميسيون تاعي. بعد عملت كيف زاد اون ميسيون في التلفزه، كانت اول ميسيون كيف تاع سبور اوتوموبيل في تي دبليو تي تونيزيا وورلد تلفزيون اللي ولات توا 14 بلس. ما كانتش معروفه برشا وقت عملت الميسيون هذيا للاسف، على خاطر مازال وقتها بث تجريبي وما زالت تلفزه جديده وما فماش توا كيما توا اوتون دو كونسيسيونير اوتون دو سبونسورينغ تاع ليزيميسيون كيما هذوما. دونك بطلت ليميسيون هذيك، جاو ناس اخرين كيف توا يعملوا في ليزيميسيون دو سبور اوتوموبيل، لكن كانت تجربه حلوه سواء في الاذاعه ولا في التلفزه. واحد الايفينمون تاع كل جديد ان شاء الله في سبتمبر الرالي، اسكو باش نشوفوا هل تشاوش كلاعبة ولا باش تكون في تنظيم؟ سؤال باهي هذايا، أول مرة سؤال معناها يتسألني في معناها بعد ما حكيت على الرالي هذايا اللي هو جديد. رالي باش ينظموا بلجيكي هذايا غيرت اللي هو عنده ديجا أن كرون رالي في المغرب اسمه موروكو ديزرت تشالنج، وإن شاء الله باش يعمل لنا رالي في تونس كبير. اتصل بيا، قدمته للسلطات المعنيه وقدمنا توا ديجا قاعدين نعملوا في الريكونيسونس دو تيران في الجنوب التونسي. الحاجه الباهيه وان تمكنا باش نفتحوا بفضل السيد وزير السياحه سي حبيب عمار اللي عاوننا برشا ومد يد المساعده اكثر من تنجموا تتصوروا. فتحنا البورما اللي هي من افضل المناطق اللي يحبوها المتسابقين في الراليات خاطر فيها كثبان رمليه حلوه. دونك انا قاعده نعاون فيهم توا في التنظيم. ما مشيتش للغوكونيسونس علاش خاطر ما عنديش الحق، كان نكون متسابقه نعرف المسلك بيان سور، لكن في البقيه الكل معناها انا موجوده معاهم. شو توا مازال بكري باش نعرف يندرى باش نكون موجوده كسائقه ولا كمنظمه. بالكشي كمنظمه معاهم، كسائقه انا والمدعمين وانا والسياره. دونك توا مازال بوان انتيروغاسيون. كمان هو جيرت كان باش ينظم الموروكو ديزرت تشالنج شهر اكتوبر في المغرب. المغرب الحدود نتاعها مسكره توا ما تعرف الكورونا، وعن عام ونص احنا قاعدين نعانيو من المشاكل هذوما كيما العالم الكل كيما الرياضات الكل كيما الثقافه كيما كل شيء واقف كيما تعرف. رالي الوحيد اللي صار كان هو رالي فينيكس توا شهرين ونص اللي نظمه دونك البلغاري الكسندر، وكان هذاك داير مجازفه كبيره باش نجمنا نظمناه في تونس، والحمد لله كان معناها رالي ناجح بالكدا. دونك كي مسكرت الحدود في المغرب
قال علاش ما نعملوش احنا امبون بروتوكول سانيتير وندخلوا لتونس ونعملوا في عوض رالي في المغرب، نعملوا رالي في سبتمبر في تونس، وبعد يعاود يرجع الرالي نتاعو في المغرب عام جاي معناها في اكتوبر. ما نجمش يعمل رالي في سبتمبر في تونس ورالي في اكتوبر في المغرب، خاطر التنظيم لازم يكون محكم وما نجموش في شهر يعاود ينظموا كل شيء. دونك انا اقترحت عليه قلت احنا رالي تونس قبل كان باقي يصير في ابريل، علاش السناء بيسكو اوني افونسي وفما ناس ديجا عطاوها فلوس باش يتسابقوا في رالي المغرب. قلت له باش ما تخسرهمش نعملوا رالي في تونس توا في سبتمبر، ومن عام الجاي يولي في ابريل، تولي معناها موعد معناها قار كل عام في ابريل، خاطر عندنا زاد رالي تخرين في سبتمبر وفي اكتوبر في تونس كيما رالي الشط عندنا في اكتوبر. دونك ماذا بينا زاد اون ليزيسباس نحلوهم على شويه على الربيع وعلى الخريف، خاطر في الصيف كما تعرفوا بطبيعة الحال الصحراء ما نجموش ندخلوا لها سخانه برشا. دونك ليديال يكون ياما في افريل ماكسيموم مي والا ابارتير دو سبتمبر. انت كل الكريتيريم شنو تحط كل الناس اللي تبعوا فيك؟ والله كل ما يعطيكم الصحة اللي تبعوا فينا، يعطيكم الصحة اللي تبعوا في الرياضة النسائية والرياضة الفردية اللي هي طول حياتها معناها كانت معناها مهجورة من الانتباه متى الإعلام ومتى الوزارات وكل شيء. الحمد لله معناها ملي دخلت سيفغيك أنا بنت الاتصال ونحب الإعلام ونحب كل شيء، دونك عملت خدمة جبارة باش غرمت برشا إعلاميين بالرياضة متاعي بصفة كيف كيف صديقتي مع برشا إعلاميين، معناها سلطت الأضواء على الرياضة هذه اللي هي فيها فيدباك ميداتيك باهي مش الهندشي وش للرياضة الميكانيكية وللبلاد ككل، خاطر كي نحكي على رالي نحكي على السياحة التونسية دونك الاقتصاد، نحكي على السياسة التونسية، كي نحكي على الكوتي سيكوريتير متل البلاد كي نقول الصحراء آمنة، معناها أنا اللي يهمني نجحوا التظاهرات في بلادنا، خاطر وراء نجاحي أنا ولا نجاح الرياضيين في رياضات فردية ولا رياضات جماعية راهو نجاح تونس. دونك نحب نقول المرأة التونسية هي قادرة تفوز معناها معارك كبار، معناها خاطر الرياضة راهي معركة، وأنا باش دخلت للرياضة هذه اللي هي كانت حكر على الرجل كان مجازفة كبيرة، معناها 25 سنة التالي ما كان فما حتى حد، معناها تدخل تلقى روحك المرأة التونسية والعربية الوحيدة في عالم رجالي كان صعيب برشا. دونك أنا فتحت المجال الحمد لله، إن شاء الله توا كما نشوف في برشا ناس في درجة نارية ونشوف في نساء ان شاء الله في السيارات كيف كيف يعاودوا يرجعوا برشا، حتى لازم واحد ساعات يقولك او لازم يعطي المشعل، وان شاء الله يا ربي برشا توانسة برشا نساء يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا، برشا فتيات مغرومين معناها يدخلوا فما دي فيديراسيون فما دي كلوب، مش انا يجوني لهنا يمشيوا للي فيديراسيون يسالوا شنو لازمهم يعملوا ويدخلوا ويتغرموا ويعملوا حاجه يفيدوا بها رواحهم ويفيدوا بها بلادهم، وهذيك هي اهم حاجه.